بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا جوج الأنواع تاع لي ليست، ليست أوردوني اللي هي أوردوني أو إل وليست نون أوردوني اللي هي يو إل، اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوف واحد النوع تاع لي ليست. هاد النوع تاع لي ليست هو اللي تكون فيه تيكونوا فيه لي ديفينيسيون. باغ إكزومبل وسط ليست كاين واحد المو ثم ديفينيسيون تاعته، مو ثم ديفينيسيون تاعته. إذا السمية تاع هاد ليست هي دي إل اللي هو النوع الأخير تاع لي ليست. بالنسبة فاش نبريسيزي لو مو كندير دي 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 هو لو مو. نعطي مثلا كيتي تيزي فون كيتي تيزي بهذا الشكل هذا، ثم فاش نبي نبريسيزي لا ديفينيسيون تاعتو غادي نزيد دي دي بهذا الشكل هذا سميت. دارجة باغ اكزومبل اذا عندنا هاد لو مو هو الديفينيسيون تاعتو. نمشيو مثلا نديرو اكتيليزي، لاحظنا حيدو هاد الدار باش تنوصلو لاباختي تاع الكودر ديال فيديو سان. اذا لا ليست لو كاين هاد لو مو على الديفينيسيون تاعتو باش نفهمو مزيان غادي نحاولو نكررو هاد لو مو بهاد الشكل. إذا كيعتمدنا لومو ثم لا ديفينيسيون، لا لومو ثم لا ديفينيسيون. إذا هذا هو النوع البال نتاع لي تيب التالت، تيب تاع لي مون و ديفينيسيون تاعو اللي هو دي ال. كنفتح لا باليز دي ال أول حاجة، ثم كنبريسيزي لومو. أنا كنكون مثلا أنا كنحط لومو بين دي تي دي، ثم هاد دي دي هي ديسكريبسيون. تنحط ديسكري ديسكريبسيون بهاد الشكل هذا غن افيشي لو مو ديسكريبسيون، لو مو ديسكريبسيون. اذا تيبان لي الفكرة نتاع هاد ليست، هاد ليست ديالي تكون واضحة. غادي نكتفي بهاد القدر هذا حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.